إفشال المفاوضات يدخل إيران في حرج لأنها لم تستطيع توجيه الضربة، وهذا ما يريد رئيس الوزراء نتنياهو. رئيس الوزراء يريد هذه الضربة لتوريط إيران والدخول معها أو توريط الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة مباشرة مع إيران، لأن التخوف الكامل كله ليس في الضربة الإيرانية ولكن في ردة الفعل الإسرائيلية، لا سيما وإن الولايات إسرائيل تريد مواجهة مباشرة مع إيران، ربما ليست مع إيران بصفة مبدئية ولكن مع أزرعها المسلحة في المنطقة مثل حزب الله، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن إسرائيل، ولذلك يمكن أن يكون إفشال المفاوضات لتحقيق هذا الهدف، جزء من هذا الهدف. لماذا يذهب نتنياهو إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وهو يرى أنه هو المتفوق عسكريا ومتفوق تكنولوجيا، هو المسيطر فعليا على الأرض؟ لماذا يذهب نتنياهو إلى مفاوضات في هذا التوقيت ولماذا لا ينتظر إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه يراهن على وصول ترامب إلى سدة الحكم، وبالتالي تكون الصفقة مع من يحكم البيت الأبيض خلال الفترة القادمة؟ لماذا يذهب نتنياهو إلى المفاوضات على الرغم من أن إطالة وقت الصراع تحقق له المزيد من المكاسب، تحقق له هيمنة وسلطة داخل إسرائيل وزيادة الأصوات الانتخابية له خلال انتخابات قادمة، لا سيما وأن هناك حشود خلال الفترة السابقة، تحشيد كبير جدا أوساط الشباب لأفكار اليمين المتطرف، وبالتالي كل دي بتمثل أصوات لصالح نتنياهو. إطالة أمد الحرب يعفيه من المسؤولية عن أخطاء كثيرة، إطالة أمد الحرب هو ما يتمنى لتحقيق أهداف إسرائيل. صحيح، ولكن هل يمكن أن يطيل الحرب يعني يطيل أمد الحرب إلى